فإن الدعاء في هذه الليالي العشر حري بالإجابة، ولذلك ذكر الله تعالى آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكرها الله تعالى بين آيات الصيام. الآية التي قبلها من يجيب معنا حفاظ؟ الآية التي قبلها: وإذا سألك عبادي عني، الآية التي قبلها ما هي؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقعت بين آيات الصيام، وهذا له حكمة، فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإكثار من الدعاء في شهر الصيام، وأن الدعاء حري بالإجابة، فينبغي أن نكثر من الدعاء خاصة في الثلث الأخير من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة، كل ليلة متفق عليه. فكيف لو وافق ذلك الدعاء السجود، السجود وفي الثلث الأخير من الليل؟ وكيف لو وافق ذلك أطهر بقعة على وجه الأرض وهي هذا المكان الذي نحن فيه الآن، المسجد الحرام؟ اجتمع شرف المكان وشرف الزمان ووقت النزول الإلهي، نزولا على ما يليق بجلال الرب عز وجل وعظمته. دعاء حري بالإجابة، فلنجتهد في الدعاء أيها الإخوة.